السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة طبخ أم آدم. اليوم غادي نديرو واحد طاجين ديال الحوت. كيف كتشوفوا هنايا، كل واحد كياخد الحوت على حسب المقدرة ديالو والحوت اللي كيعجبو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة طبخ أم آدم. اليوم غادي ندير واحد طاجين ديال الحوت. كيف كتشوفوا هنايا، عندنا هنايا الحوت، كل واحد كياخد النوعية اللي بغا. عندي هنايا واحد الكاس ديال الماء اللي سلقت فيه الخضار الخيزو، شويه ديال الربيع مقطع رقيق والقزبر معدنوس. عندك هنا خيزو مسلوق، شويه ديال الخل غادي نحتاجو، الهريسه، الملحه، التحميره، شويه ديال السكينجبير، كمون، شويه ديال الحرقوم، والثومه مقطعه رقيقه. عندنا هنايا شويه ديال الربيع، مطيشة، البطاطا اللي سلقتها، واحد الكاس ديال الزيت. دابا غادي نبداو على بركة الله. دابا غادي ناخدو باش غادي نشرملو الحوت ديالنا، ناخدو الربيع، نديرو معاه هاد العطريه كلها اللي وريتكم كلهم، كمون، معلقه صغيره، عندنا الثومه، الحرقوم، السكينجبير عفوا، الملحه، التحميره، وغادي نديرو شويه ديال الهريسه على حسب الذوق ديال كل واحد كيفاش كيبغي، واش حار بزاف ولا شويه. عندنا هنايا الخل، ولا ديروا الحامض، انا ما توفرش عندي الحامض، عندي كونجلي. هنا انا كنحاول باش كندير ب الشرموله كلها، كندير شويه ديال الماء ديال اللي سلقت فيه الخضره، وغادي نجمعوا هاد العناصر كلها. انا كنفضل ندير الماء، تقدروا ديروا الزيت، ولكن من الافضل حيت هذا باش كي دخل الشرموله في الحوت، باش كنديروا الزيت ما كتشرملش مزيان. يعني الشرموله ديالنا واجده، تقدروا تذوقوها الا كانت ناقصه الحرور ولا شي حاجه. دابا غادي ناخذوا الحوت. دابا انا هنايا الحوته كنحلها، كنحاولوا باش كنضربوها بالموس من هنايا ومن هنا. دائما فاش كتديروا الحوت حاولوا باش ديروا فيه الشرموله ديالو باش كيجي بنين. تحلوا هاد الفليحات اللي درنا، وعاد باش كنديروا له الشرموله الداخل. ناخذوا الحوته الثانيه، كل واحد على حسب المقدره ديالو ديال الحوت والنوعيه اللي عندك، كلهم بحال كيتشرملوا شرميله وحده. تحاولوا تشرملوه وتخليوه واحد شويه عاد باش كنديروه في يطيب باش كيشرب الشرموله ديالو. فاش كديروا ليه الماء كياخذ الشرموله، الا درتو ليه الزيت كي دغيا ديك الشرموله ديالو كتمشي، ونبقاو بحال هكا كاين حتى كنكملوا الكميه كلها اللي عندنا. من بعد ما شرملنا الحوت كيف كتشوفوا هنايا، بقات ليا شرموله. هاد الشرموله اللي بقات غادي نزيد عليها شويه ديال الماء،
غادي نحاول باش غادي نشرمن بها خيزو والبطاطا اللي عندنا. باش هوايا كياخذ الشرميله ديالو وكيجي بنين. دائما بالماء ديال باش تسلق فيه خيزو ما نضيعوش، خليه على جنب. اسمحوا لي كنصور بيد وحده. ناخذ البطاطا عاوتاني حتى هيايا، كيف كتعرفوا الدراري عز عليهم البطاطا، كثرت شويه. حاولوا باش نديروها في الدغميره ديالتها حتى هيايا باش كتجي بنينه. دابا غادي ندوزو للمرحله الاخرى. انا اليوم غادي ندير الحوت في الطاجين، كيف كتشوفوا هنايا الطاجين ها هويا حطيتو، تقدروا ديروه في اللاطا كما بغيتو. اول حاجه كنفرش واحد شويه ديال الربيع باش ما يلصقش لينا الحوت في الطاجين، واخا غادي نديرو خيزو وداكشي الخضره. دائما انا كنفضل كندير ربيع حيت الربيع حتى هو كيعطي واحد المذاق للحوت. غادي نديرو خيزو راه مشرمل كيف كتشوفوه، نحاولو باش كنفرقو على الطاجين كله. ديرو شي بطاطات نتمنى ان هاد الوصفه غادي تعجبكم. وكلشي كيدير الحوت شارمل راه كلشي كيعرف. بالنسبه للمبتدئات نصطفو الحوت، غادي نعاودو نزينوهم بشي بطاطات من هنايا كملوهم. نديرو مطيشه حتى هي دوزتها في الشرموله ديال اللي درنا ديال الحوت باش كيعطي واحد البنه. هنا عندي الفلفله الوان، كانت عندي ديك الالوان كانت عندي في الكونجيلاتور كتصبر. تخليوها في الكونجيلاتور وقت ما درتو احتاجيتوها تتصيبوها.
ولكن ما تجبدوها حتى كتقربوا، ديروها في الطاجين ديال في الطاجين ولا في لاطا ولا شي حاجه، عاد باش كتجبدوها من الكونجيلاتور باش كتبقى واقفه مزيان. دابا غادي ناخدو الشرموله اللي بقات لينا كيف كتشوفوا هنا، غنزيد معاها التحميره، غنزيد واحد شويه ديال الملحه، وغادي ناخد الزيت. نزيد شويه ديال الماء، ما نكثروش الماء حيت الحوت غادي يطلق الماء من بعد، وغادي نحاولوا باش غادي هو باش غادي نديروا المراق. هذه فلفله مرقده اللي دايرها حتى شي نهار، وغادي ندير معكم فيديو. هنا الزيتون حتى هو مرقد ديال الدار، نتمنى غادي يعجبكم هذه الوصفه اللي غدايا تقاسمتهم معكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله من قناه طبخ ام ادم. نتمنى انكم تبارطاجيو هاد الطاجين مع الناس والاحباب والاصدقاء، ونبقاو حتى يطيب الطواجين ديالنا وحنا معاكم. شوفوا الطاجين ديالنا، نحاولوا باش نهزوا شويه ديال المريقه ونديروها فوق للحوت باش كي يشرب اليقامه وكيجي بنين بهذه الطريقه. هذه كيف شفتوا هذاك شويه الماء اللي كنا باش صوبنا، ها هو كيطيب.